اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بضيفي العزيز دكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الجمباز في نادي الاهلي. اهلا بك يا دكتور. اهلا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ منورنا، وبنستنى الحلقه دي يعني من الموسم للموسم كده. ربنا يخليك وانا تحت امرك. طبعا اكيد يا دكتور، احنا بنستفاد من علم حضرتك التطبيقي والعلم النظري في امور كتيره جدا. خلينا نبتدي بالجمباز، يمكن الخبر الاحدث في الجمباز وهو التعاقد مع المدير الفني اللي اعلن عنه النادي الاهلي من خلال اداره النشاط الرياضي الكابتن خالد العوضي. مدير فني جديد ارميني، جاء ازاي اختياره؟ وجه خلفا طبعا لمدير فني اوكراني السنه اللي فاتت، او مديره فنيه كمان اوكرانيه للسيدات تنوع المدارس. كلمنا عن الاختيار ده وسببه يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا من السنه اللي فاتت كان في خطه لتطوير رياضه الجمباز، كان من ضمنها استخدام خبراء اجانب للاستفاده من الخبرات الاجنبيه المميزه. وفعلا تم استخدام خبراء اجانب من اوكرانيا، وبعدين قضوا معانا موسم، ولظروف خاصه بيهم هم مرتبطه بحصولهم على جنسيه لدوله اوروبيه قرروا عدم الاستمرار. بدانا في مرحله بحث جديده، احنا بنحط مواصفات معينه للخبير اللي جاي او المدير الفني الاجنبي اللي جاي عشان ينجح في العمل. ما هو مش انت ممكن تجيب حد كويس جدا وسي في قوي جدا بس ما يركبش في المنظومه اللي موجوده. صحيح. المنظومه اللي موجوده في النادي الاهلي ليها ظروف اجتماعيه وليها ظروف فنيه يعني، فلازم تبحث عن خبير يبقى عنده مواصفات مناسبه وعنده نتائج وعنده قدره على انه يشتغل في مراحل متنوعه، لان في خبراء كتير جدا عايز يشتغل في المرحله العليا اللي فوق بس بتاع الدرجه الاولى، ومش مهتم بالجزء اللي تحت ده. احنا بقى عندنا بنبص للموضوع بنظره واسعه، لان النهارده اللي عنده 5 سنين او 6 سنين احنا بنبص له ان ده هو اللي بيعد عشان يبقى البطل الكبير اللي احنا عايزينه. مظبوط. ففضلنا نبحث وان يعني نشوف البدائل المطروحه الى ان وصلنا الى ان الخبير الارميني ده في كل المواصفات اللي احنا عايزينها، وبالتفاوض لقينا فعلا ان هو عنده استعداد يشتغل في مراحل سنيه مختلفه، فاهم طبيعه شغلنا لما نقلناها له احنا بنعمل ايه عشان هو يبقى عارف قبل ما يجي. هو كمان كان ليه خبره في مصر سنتين في نادي سموحه، فعارف طبيعه اللاعب المصري والجو المصري، ده برضو ساعدنا. تفاوضنا اتفقنا الى انه وصل، وهو وصل، وبعد ما ساعتين وصل من المطار كان في الملعب بناء على رغبته يعني. هو حب جدا ان هو اول ما يجي دي حاجه مبشره جدا يوصل على طول مباشره، حتى قلنا له استريح وتاني يوم نبتدي. قال لا انا رايح على الملعب. كان جاي منين؟ على طول. كان جاي من ارمينيا ولا جاي من ارمينيا؟ جاي من ارمينيا. والمدرسه الارمينيه هي مدرسه برضو تبع الاتحاد السوفيتي السابق اللي هو تفككت دوله ومنها اوكرانيا، فعشان كده هو مشي على نفس الستايل اللي احنا كنا ماشيين بيه مع الخبير الاجنبي اللي فات، وده سهل علينا ان احنا ما نغيرش الطريق اللي احنا ماشيينه. ممتاز. لان الجمباز فيه مدارس، الصينيين ليهم فكر، الامريكان والاوروبيين عندهم فكر، شرق اوروبا ليه فكر، روسيا عندها فكر. فانت خلاص مشيت مع مدرسه هي مدرسه عالميه كبيره معروفه، وعايز تمشي على نفس الخط ده لان هي مريحه جدا لينا في العمل. شغلنا احنا اللي بنشتغله كجهاز قريب جدا من طريقتهم، فبيحصل التوافق والحمد لله الامور ابتدت تمشي والعجله دارت يعني. طب هتكلم في حته تفصيليه شويه. لما بدانا التفاوض مع المدير الفني الارميني الجديد للجمباز، حضرتك رئيس جهاز اتكلمت معاه، هل كان عنده خلفيه عن النادي الاهلي؟ هل سمع النادي الاهلي؟ هل يعرف النادي الاهلي؟ لانه النهارده بنتكلم عن جمباز، نادي الاهلي في الالعاب كلها معروف النهارده سله طايره يد، بس خلينا نتكلم عن الجمباز. هل هو كان عارف النادي الاهلي ولا بعد ما اتعرض عليه بدا يسال ويشوف مين النادي الاهلي؟ هو بحكم ان هو كان موجود في مصر هنا سنتين. ممتاز. كان بيتابع النادي الاهلي طبعا لان احنا كنا منافسين ليهم. بس في الوقت ده احنا ما كانش عندنا، كنا لسه بنعمل جيل. هو كان في مصر بيمسك فرقه في نادي سموحه. نادي سموحه يعني هو اوريدي تولى مسؤوليه. ممتاز جدا. ده برضو من ضمن الحاجات اللي مش هتخليه ياخد وقت. بالظبط كده. عشان كده احنا فضلنا ان احنا نجيب حد عارف الجو المصري والطبيعه ونظام الدراسه المصريه، يعني عارف يعني هو اضرب عارف النادي الاهلي مين طبعا. فهو عارف كويس جدا النادي الاهلي، حتى يعني لما جينا نتفاوض معاه لقيناه عارف اللعيبه بتاعتنا، لا عارف اللعيب الدولي بتاعنا عمر العربي، عارف
لاعبتنا اللي في المنتخب، لانها عنده معلومات بدأ بعدها كمان هو في خلال فترة التفاوض يستكمل المعلومات اللي هو عايز يعرفها مننا. ولما جه بقى كنا احنا مجهزين له فايل كامل في كل المعلومات، لانه لازم تدي له كل طبعاً التفاصيل عن كل الفرق عشان يبتدي هو ياخد قرار صح. يخط انت بتتدرب ازاي، بتعمل ايه، بطولاتك شكلها ايه، الوحدات التدريبيه بتاعتك، احمالك التدريبيه، كل الكلام ده بتقدمه ليه عشان هو يدخل على السيستم ده ويبتدي يشتغل بالاضافه اللي احنا ايه عايزينها منه. طب دكتور اتناقشت معاه يعني كلمته ايه؟ ما هو طبعا اكيد هو بقاله يمكن كام اسبوعين او ثلاثه دلوقتي. اسبوع ماشي يعني من ساعه الخبر اسبوع. طيب هل هو اتناقشت معاه في تصوره بعد ما شاف طبعا، ولا محتاج وقت زياده عشان يقدر يحط البلان بتاعته؟ هل اتناقشت معاه فنيا ايه تصوره الفتره الجايه هيكون في الجمباز في النادي الاهلي؟ هو طبعا تصوره هو جاي عارف ان احنا يعني ابطال الجمهوريه سنتين متتاليين، وان احنا بنشتغل على المحافظه على القمه، وعارف كويس جدا ووصلنا له فكره ان احنا النادي الاهلي المركز الاول بالنسبه لنا ده لا بديل عنه، فاحنا بنشتغل على التارجت ده. وعشان تحافظ على المركز الاول مش معنى كده ان انت تهتم بفريق الدرجه الاولى اللي عندك فقط، لان الفريق ده هيبقى له عمر تدريبي ولازم يحصل احلال وتبديل، فلازم تشتغل على السلم من تحت عشان يبقى كل سنه عندك بتطلع لاعبين يقووا فريق الدرجه الاولى. فتفضل على طول فرقتك قويه، ممكن تعمل جيل يقعد 3 4 سنين بعد كده الجيل ده يروح صح، ما تعرفش بعد كده تلاقي ايه حد من تحت. لكن صحيح، طول ما انت في دماغك استمراريه انك تطلع لاعبين صغيرين من تحت يتولوا المسؤوليه في وقت من الاوقات ده بيقوم بالدور. هو الراجل تفاهم الموضوع ده ودخل معانا في السيستم. في فرق عندنا من الناشئين بدات تلعب بطولات كاس مصر، فهو برضو عارف نظام البطولات في مصر، كاس مصر والجمهوريه، فبدا يشوف هم دول شغلهم شكله ايه. الفرق اللي لسه بطولاتها متاخره شهرين وثلاثه بدا يحط لها تصور، زي فرق الدرجه الاولى هتلعب في شهر 11، ده طبعا فريق مهم جدا بالنسبه لنا. لكن هو الراجل يعني انطباعاته الاولانيه جيده، مبسوط، شايف ان احنا شغالين الى حد كبير بشكل منظم، شايف ان احنا ممكن في وقت من الاوقات يبقى عندنا يعني بدل ما يبقى في فريق في الدرجه الاولى نعمل فريق واثنين، يعني يبقى عندك بدائل اكتر بكتير. فده لما انت برضو بتريحه في الشغل وبتديله معلومات كتير وبيشوف هو ان الشغل منظم، ده بيساعده ويديله دافع قوي على ان هو يديك اقصى ما عنده بقى من الشغل، وده اللي حصل. تمام. طب خلينا نتكلم عن البنيه التحتيه للجمباز في النادي الاهلي. كان عندنا صاله كبيره وجيده كانت في فرع الجزيره، ومجلس اداره النادي الاهلي عشان طبعا دعمه للالعاب كلها عمل فرع، عمل صاله اخرى في الشيخ زايد. النهارده دي بنيه تحتيه بتترجم في الاخر ان دي قاعده. عدد اللاعبين اكيد بيزيد، مدربين بيزيد. شايف بعد سنه ونص او سنتين على افتتاح الصاله ايه الفاليو اللي اضافتها انشاء صاله بكل التجهيزات دي للجمباز في النادي الاهلي؟ هو طبعا لما بتعمل صاله جديده في مكان تاني او فرع تاني لينا بيزود لك القاعده. يعني وكل ما كبرت القاعده كل ما كان عندك حسن الاختيار في القمه فوق. صحيح، شكل هرمي. بشكل هرمي. فاحنا تشغيل الصاله بقاله سنه ونص، ده بالنسبه للجمباز لسه يعتبر بدري جدا طبعاً. لكن طبعاً دلوقتي في قاعده كبيره موجوده ما شاء الله بتمشي بنفس النظام اللي موجود في الجزيره، يعني تدريب هنا زي التدريب هنا بنفس الخطط بنفس البرامج. الامكانيات اللي موجوده في الشيخ زايد طبعا هي صاله حديثه مميزه جدا، اوسع، عامله دفعه جامده جدا. بعض الفرق اللي في الجزيره لما بتحتاج، لان الجزيره فيها عدد لاعبين كتير وفي ازدحام شديد جدا، فبعض الاحيان في فرق بتبقى عايز تعمل بروفه بطوله تجربه، نعم، عايز تفضي الدنيا دي كلها، فبتعمل تنقل الحكايه دي تعملها في الشيخ زايد. الامكانيات بتلعب دور كبير في تطوير اللاعب، يعني انت بتلعب على جهاز، لو الجهاز ده امكانياته ضعيفه او قديم او مش كويس ما تعرفش تعمل حركات طبعا، وفي اجهزه مرتبطه بتعليم الحركات. اضف الى هذا بقى الامان والسيفتي، الامان لازم يبقى متوفر عالي جدا، فصاله الشيخ زايد الامان فيها عالي جدا لان احدث جدا، لان احدث ومتطوره جدا. والحقيقه يعني مجلس اداره ما بخلش حتى ان هو يجيب اعلى كواليتي في 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 تصميم الصاله دي وفي شراء الاجهزه، لان انت ممكن تعمل صاله بس ايه يبقى عندك حدود انك توفر في الاجهزه، توفر في السيفتي، توفر في الكواليتي، لا مفيش الكلام ده.
الصاله دي معموله على اعلى مستوى، احدث حاجه، وده اللي انا يعني كلفت بيه في وقتها من قبل مجلس اداره، اللي هو اعمل احسن حاجه بغض النظر عن التكلفه ايه، احنا لازم نعمل حاجه طلب منك كده النادي الاهلي بالظبط كده، احسن حاجه وما تكلفه التكلفه مش داخله في الموضوع، داخل في الموضوع احسن حاجه ممكنه واحدث حاجه ممكنه لصاله جمباز، وفعلا قد كان المردود بتاعها لسه جاي لان لسه في ولاد صغيرين جايين. طب المدير الفني الجديد الارمني لما بتهيألي لما كان موجود في مصر ما كانتش الصاله دي فتحت، يعني بتهيألي كانت لسه في تحت الانشاء، لسه النهارده لما زار الفرعين وشاف البنيه التحتيه وشاف الكلام ده كله، هل علق عليه ولا هو ده متوقع ان تبقى طبيعي في النادي الاهلي؟ لا هو برضو بالنسبه له يعني انه مفاجاه في حيث الامكانيات اللي موجوده عندنا، لانه برضو هو قد بيكون جاي فاكر ان حلقه الامكانيات اقل من كده او تصور معين، فبيلاقي لا الامكانيات احدث، ومش بس كده هو بيشوف بنفسه الدعم اللي بيلقاه النشاط الجمباز من اداره النادي، اداره النشاط كابتن خالد العواضي مجلس اداره يعني، فده بيخلي الراجل شايف ان متحمس، الموضوع جد جدا، ان النادي في سبورت وفي مسانده قويه جدا للنشاط الجمباز، فالراجل حتى بيشوف لو هو عايز يطلب اجهزه اضافيه لادوات تعليميه ما عندوش مشكله، وده اللي حصل في الاجتماع الاول معاه مع كابتن خالد العواضي، ان هو كابتن خالد قال له اي طلبات انت هتحتاجها اي اضافات احنا معاك. ممتاز. الراجل بيلاقي في رغبه حقيقيه من النادي تطوير اللعبه بالظبط، البنيه فالراجل هيشتغل قويه ومستعدين كمان لتطويرها في ضوء رؤيتك الفنيه، فده بيدي انطباع طبعا للراجل انه يشتغل، وبيدي انطباع لينا كجهاز فني ان العمليه لازم نموت نفسنا بقى طالما ان الامور كلها متاحه بالشكل الكويس ده. اكيد. اتنقل مع حضرتك في يعني محور اخر للحديث وهو الناحيه الفنيه شويه، اتكلمنا طبعا عن الدعم الفني، حضرتك رئيس جهاز بتدعم النادي بشكل فني معين برؤيه فنيه، بدعم من مجلس الاداره والنشاط الرياضي، رحنا بعد كده على البنيه التحتيه اللي هي مهمه مش هنقدر من غيرها نعمل لعيبه، نروح بقى للناحيه الفنيه، التدريبات، البرامج، لعبتنا النهارده عندنا لعيبه اولمبيين، محمود العربي لاعب اولمبي وايضا لاعب دولي، هل عندنا لعيبه ثانيه اولمبيين ودوليين؟ يعني كلمني بديتيلز اكتر وتفاصيل اكتر عن الناحيه الفنيه يا دكتور. هو طبعا احنا عندنا فرق متدرجه في المراحل السنيه تبدا من الست سنين لحد الدرجه الاولى. المراحل العمريه دي كل مرحله سنيه فيها اختلاف في حاجات كتير في التدريب. يعني الولد او البنت اللي عنده 7 سنين لما تيجي تشوف اسلوب التدريب والجرعات التدريبيه مختلف تماما عن اللي خالص عم بتتكلم في الدرجه الاولى، يعني ده حاجه وده حاجه، ده بيلعب جمباز وده بيلعب جمباز، بس ده برنامج وده برنامج، ده برنامج وده برنامج طبيعي، الولاد ليهم برنامج غير البنات، فكل مرحله سنيه هو لازم تشتغل على القدرات اللي موجوده في هذه المرحله السنيه ثم قدرات اللاعبين اللي موجودين عندك. نعم. يعني انت لو عندك لاعب مميز يعني بشكل كبير ده لازم يتعمل برنامج خاص لوحده غير الفريق ككل، او لاعب او اتنين او تلاتة، يبقى عندك بتخطط بشكل جماعي للفريق ثم بشكل فردي للاعبين المميزين اللي انت عايزهم يتميزوا لان هو لاعب عنده قدرات يقدر يجري يبقى اسرع. صحيح، ده وضع طبيعي جدا، فلازم تبص للمنظور بتاع كل فريق بشكل جماعي ثم بشكل فردي بدءا من السن الصغير، وتفضل بقى ماشي بيه كده لحد ما توصل بيهم للدرجه الاولى. كل مدرب احنا بنشتغل بنظام في مراحل سنيه معينه بيجي لها اجباريات من الاتحاد، لازم يعني يعمل الحركه دي او الجمله دي مكونه من كذا حركه لازم تعملها على الاجهزه دي، ده زي المنهج بتاعه. المدرب بياخد الكلام ده مع الجهاز الفني وبيعمل تقسيم للحركات دي بحيث يبقى عارف هو قدامه كام اسبوع هيوصل امتى مخلص المنهج بتاعه ده لحد لما نبقى في احسن حالاتنا في وقت البطوله. عندك جزء بدني طبعا، اعداد بدني، لان الحركات طبعا مش بس حركات، هي مبنيه على اساس بدني، بدني طبعا الجمباز بالذات فلازم يعني توفر الاساس البدني ده وتدي له وقته وتدي له اهتمامه وتدي له القدر المناسب، لان في احيانا الناس تغالي في الاعداد البدني ده يحصل حرق اللاعب ضرر، لان انت عمال تدي له جرعات تدريبيه بدنيه عاليه جدا مش هتحملها، والطفل بيستقبل لفتره بعد كده يحصل انهيار، فلازم تبقى انت عارف كل مرحله سنيه حدودها فين، سقفها فين، تشتغل عليها. احنا بقى لحد الدرجه الاولى لما توصل فوق دي مرحله بقى فيها حسابات تانية خالص وقدرات تانية خالص ولاعبين واهداف تانية خالص، يعني الفوز مثلا
تيجي في الناشئين كل المراحل الصغيره الست سنين وسبع سنين مش انت مش حاطط التارجت الاساسي انك تقول له تكسب، لانه جهازه العصبي ما اكتملش، فانت مش عايز يتحمل ضغط المنافسه. المنافسه ولا اكسبه يلا مش هيحصل. المنافسه تمثل ضغط نفسي وعبء نفسي، وتفضل انت بس بتفهمه المنافسه لا انت هنا لازم تعلمه اساسيات تانية خالص، انبسط انه يحب اللعبه، انه يبقى بيفكر وهو جاي انه جاي الجمباز مبسوط، انه الديسيبلين النظام بتاع الجمباز شكله ايه، اسامي الحركات، اوضاع الجسم، حاجات الهدف اساسيات يفضل هو خلاص مرتبط بالجمباز. بعد كده بقى تقدر بعد كده تتكلم معاه، لان بعض المدربين او بعض حتى اولياء الامور بيقعوا في الخطا ده من اول ما الطفل يدخل يلا عشان تكسب لازم يلا تكسب الميداليه ومش لا 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 الميداليه جايه جايه بنخسر الولد كده جايه جايه، لكن التحميل عليه الزايد هيؤدي الى احتراق اللاعب وقصر عمره التدريبي، وده احنا بنكون مراعيينه كويس جدا 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 في المراحل دي كلها. اما تحب بقى تستخدم احمال عاليه وتخطيط بشكل كبير، ده بيجي لك في الدرجه الاولى فوق بقى، لان دي فرقه ليها مواصفات، والفوز بيبقى هنا لا بديل عنه بقى، ده ايه ده نظام تاني خالص. اكتمل اكتمل نضج، ده يتحمل بقى ضغوط التدريب، وعايز تجيب ميداليه للنادي بتاعك وميداليه لبلدك فخلاص يتحمل. بالظبط كده. احنا صحيح. الحمد لله عندنا عمر العربي لاعب دولي، وهو قبل كده اللي كان متاهل في الاولمبياد السابقه طوكيو، وهو حاليا دلوقتي بيستعد عشان باريس، وهو برضو من اقوى المنافسين، بيجمع نظام التاهل يعني بيجمع نقاط في البطولات، هو بطل افريقيا في البطوله اللي فاتت، ولسه جاي من رومانيا بطوله كبيره برضو حقق فيها ميداليات، وبيجمع نقاط عشان في الاخر يبقى عنده فرصه انه هو يتاهل، وهو ان شاء الله المرشح الاول للتاهل. طبعا ده ليه برنامج خاص ونظام خاص، وهو على الاتحاد منضم في المنتخب، يعني في قصه لا ده لاعب اولمبي فقصته مختلفه طبعا، ده نظام خاص تاني طبعا يعني. بتجهز انت بقى لاعبين وراهم بعد كده زي مين؟ مين عندنا النهارده يا دكتور ممكن نقول عليه ممكن يكون عمر عربي التاني، او ممكن يبقى لعيب دولي مش شرط يبقى اولمبي، يعني مش ما فيش اولمبياد ده بتبقى يعني بقوله ذروه المنافسات، مين عندنا تاني في النادي الاهلي سواء رجال او سيدات شايفهم؟ عندنا عبد الرحمن رضا، هو لعيب في المنتخب برضو بيستعد برضو مع المنتخب، عندنا مروان شراره، عندنا محمد مختار، عندنا يحيى شراره، عندنا مروان ايمن، دي كلها اسامي يعني احمد ضياء، المنتخب احمد ضياء، كل دول دول كل دول فرقتنا اللي هي كسبت قبل كده. نعم. وفي منهم زي يحيى شراره يعني هو لسه لعيب طالع كسب المنتخب في جزاء حصان قفز في ده يحيى شراره اخو مروان شراره؟ اخو مروان شراره كسب في بطوله الجمهوريه اللي فاتت، كسب جهاز حصان القفز من كل لعيبه المنتخب وهو اصغرهم، وهو اصغر ولسه خبراته اقل بما فيهم عمر العربي، لكن انت بتعده على جهاز هو مميز فيه، فانت بتعمل جيل جاي لك انه داخل. برافو. في عمر شقره كمان لعيب صاعد كويس جدا عندنا ما شاء الله، يعني برضو ده من اللاعبين اللي ممكن يعني لو بتواجهك بعض المشاكل في السن ده، اما بقى الثانويه العامه في المدارس او الجامعات بقى ونظام الجامعات، اذا كان في جامعه صعبه شويه بتاع يعني، لكن في الاخر انت بتحاول تولف نظام تدريب يناسب اللاعب في ضوء ظروفه. نعم. ما هو انا يعني محمد مختار ده راجل في كليه الطب بيجي من المنصوره كل يوم، يا خبر ابيض، كل يوم محمد مختار ومعمول له برنامج خاص بيه هو لوحده بتوقيت لوحده، لانه ممكن يجي لك الساعه 8 بالليل وخلص تمارينه الساعة 11 ويروح تاني يرجع المنصورة تاني. فالظروف دي كلها انت حضرتك بتحطها في الاعتبار، تحدوتة كبيرة يا دكتور، وعلشان توصل في الآخر ان كل لاعب يبقى عنده جمله بأقوى ما يمكن بأحسن ما تكون في التاريخ اللي انت عايزه. فبتلعب بطولة جمهورية واحدة، فانت عايز تاريخ معين كل اللعيبة دي كلها تكون ظروفها كلها من حيث الإصابة والامتحانات والظروف دي كلها مواتية. فده ربك بيكرم بقى بعد ما تخطط وتعمل كل عليك، وربنا بيكرمه والحمد يعني لله. يعني افهم من كلام حضرتك ان احنا عندنا مجموعه كبيره من اللاعبين عندنا دوليين، وممكن في اي لحظه بسبب سنهم الصغير نشوفهم في الاولمبياد، وعندنا صف تاني برضه ابطال جمهوريه، صف تاني قوي جدا. طب بالنسبه للولاد، بالنسبه للبنات في حد او السيدات في حد؟ البنات احنا السنه اللي فاتت طالعين التاني، وكنا مرشحين لاخر جهاز ان احنا نكسب بسبب غلطه بسيطه جدا من اللعيبه، وده وارد يعني جدا طبعا، لعيبه الجمباز العشار تخرجك يعني تقدير حكم العشر يجيبك فوق ويجيبك تحت يعني. فبرضه في البنات احنا برضه عاملين جيل وبنستعد كويس جدا، وان شاء الله صغيرين يا دكتور في منافسه كلهم لسه في المدارس يعني
الكبير فيهم لسه في الثانويه العامه، فيعني لسه الدنيا المشوار جاي. الشغل ده بدا من 5 سنين مع البنات مش كده؟ بالظبط بالظبط كده. فعشان تعمل جيل بقى فعلا تقول ان انا بعمل جيل، ده الجيل اللي موجود مثلا في الصبيان ده احنا بنشتغل عليه من 5 سنين. نعم. فلما وصلنا بقى بيه بنحافظ عليه، بنحاول ندعمه بعد كده بالصف الثاني والصف الثالث بعد كده عشان تفضل انت ماشي بقى بالايقاع ده. اقول لك على حاجه دكتور حصلت من حلقتين كده خلتني استغرب شويه. كنت مستضيف ابطال الغطس في النادي الاهلي، كل الاعمار صغيرين وكبار، ناشئات وشباب، لغايه ما وصلنا لمها عبد السلام نجمتنا الاولمبيه للكبار يعني. فوجئت بحاجه غريبه قوي، فوجئت ان اغلب اللاعبين جايين من عندك من جمباز. اصل الجمباز هو عنده في الغطس كل اللي بيعمله ايه؟ بيعمل حركات في الهواء عشان ينزل في الميه. في الميه الحركات اللي في الهواء دي كلها بيعملها في الجمباز، هو عنده في الجمباز. فهو بس كل الحكايه ازاي يطلع من على البورد عشان يعمل الشغل في الهواء وازاي ينزل. يعني خلي بال حضرتك انت كده مسؤول عن لعبتين بقى، انت حر. انت حر، انت هتغذي يا دكتور ال طبعا الجمباز بالناشئين والناشئات، وهتغذي الغطس لان بورت مسؤوليه كبيره. هو فعلا لعيبه الجمباز لما بيغيروا احيانا ويروحوا الغطس بيتميزوا على طول، لانه صحيح. عنده تغيير الجسم في الهواء ده، بيبقى هو التحكم فيه، دي عمليه صعبه جدا، بس هو عنده المهاره دي جاي بيها، بيوظفها بقى على الغطس. وجمباز بيعتبر فرشه اساسيه حركيه وبدنيه لكل الالعاب. يعني اللي بيلعب جمباز وهو صغير وبعدين يروح اي لعبه تاني تلاقيه ممكن يتفوق ويمشي. طب دكتور بيش. هروح معاك لبعد تاني بقى يعني في الحوار، وهي الاصابات بعد الشر طبعا. ولكن الجمباز حركاتها عنيفه وجمالها عنيفه جدا جدا. يعني لو يعني الساده المشاهدين لو حد حضر تمرين الجمباز هيشفق على اللاعبين واللاعبات بامانه. ونعرف ناس كتير جدا اولياء امور ولادهم بيلعبوا في الجمباز، الحقيقه بيعانوا من الموضوع ده، بيبقوا قلقانين جدا. المنظومه الطبيه عند حضرتك ازاي؟ لان دي مهمه، ده جزء لا يتجزا ابدا من الناحيه الفنيه، بل بالعكس ده ممكن يبقى عنصر مهم اللي حضرتك اتكلمت عنه، سلامه اللاعبين. ويجي بعد كده لا قدر الله لو تعرض اي لاعب لاصابه في كتفه وفي ظهره، بيتعاملوا مع الاصابه ازاي عندكم في الجمباز يا كابتن؟ احنا طبعا بنتعامل مع الاصابه بجزء وقايه الاول قبل حدوث الاصابه. هايل. ده مهم جدا جدا جدا. دكتور اكاديمي طبعا، دكتور يعني كبير واكاديمي طبعا لازم يقول كده. اللي هو لازم حضرتك تشوف كل جهاز وكل نوعيه حركات معينه الامان المطلوب فيها ايه. بريفنتيف اكشن عشان ما نتعرضش للاصابه. ده اول جزء ده لازم تعمله حضرتك. ما شاء الله. وبعد كده الاصابه ممكن تحصل لان طبعا. مفيش رياضه جزء من الرياضه يعني جزء من الرياضه. وحتى الاصابه لما بتحصل، في اي اصابه بتحصل احنا بندرس الاصابه، يعني بنشوف الموقف حصل ايه، ايه اللي حصل، هل حاجه عارضه ولا هل حاجه كذا، هل كان في نقص في كذا، هل في حمل كان زياده، هل في كذا، عشان نصوب المسار. برافو. بعد ما بتحصل اصابه عندنا جهاز طبي ما شاء الله مميز جدا. مين عندك مسجل مسعد؟ دكتور احمد مسعد هو يعني دكتور يعني طبيب ام طبيب؟ طبيب. هو طبيب ومعاه مجموعه من العلاج الطبيعي. ممتاز. والنادي طبعا بيوفر لنا نظام علاجي عن طريق المستشفيات، بحيث لو احتاجنا الشبكه اي اشعاعات، اي عمليات، اي حاجه. والمسؤولين بقى عن العلاج الطبيعي بيقوموا بدورهم في تاهيل اللاعبين بعد ما الاصابه بتحصل. يعني الدكتور بيشخص، يحط علاج، احتاجنا نروح مستشفى، نروح كذا، فحوصات. اللعيب مشي على البرنامج العلاجي، بدا يخف او الاصابه ترجع، ما ينفعش ينزل على طول بقى طبعا، يستلموا بعد كده دكاتره العلاج الطبيعي اللي عندنا من خلال مراكز العلاج الطبيعي بقى المنتشره في النادي، عندنا في الجهاز كمان، عندنا في الجهاز في دكاتره العلاج الطبيعي. وكمان هم يعني شطارتهم ان هم عارفين طبيعه اصابات الجمباز، يعني عارف صعبة. الاصابه اللي حصلت في الحركه الفلانيه، عارف الاصابه اللي حصلت في الرجل بالشكل ده، اصابات عنيفه يا دكتور. فده بيسهل لك جدا عمليه سرعه الاستشفاء، لان انت اللاعب لما بيخرج في الاصابه لو طالت المده دي انت خسرت اللاعب دي لمده اكبر عشان يجيب نفسه تاني، عشان تجيب. وبعدين اللاعب يعني قيمه كبيره، بحيث ان انت هتعمل زيه في سنوات بالظبط، بياخد منك شغل. يعني اللاعب مثلا لما بيبتدي عندك سن 5 سنين على ما يلعب درجه اولى 18 سنه طبقا للتعليمات، فانت عايز تقعد تجهز واحد 13 سنه عشان يوصل الدرجه الاولى، هتخسر لعيب. فلازم تحافظ عليه كويس جدا جدا، تثروا الحقيقه عندك عشان هو ده الـ يعني اللي هيحقق لك كل الانجازات اللي انت عايزها. طب دكتور يعني سؤال ابدي ازلي مستمر، متى نشوف عندنا، امتى، خلينا نتكلم بقى باللغه العاميه بقى، ما ينفعش اقول نص عام، امتى هنشوف عندنا بطل
جمباز، انا مش هقول ميداليه طبعا، لان طبعا صعب ننافس روسيا وامريكا الصين، يعني يعني الموضوع بيكون صعب شويه. امتى نشوف بطل يقرب بينا بالاولمبيات زي عصر مثلا، يدخلنا خامس اولمبيات، يدخلنا سادس سابع، على اي جهاز، مش شرط يكون يعني في جهاز معين، على اي جهاز. امتى نشوف ده؟ وهل ده ممكن يتحقق بالمنظومه الحاليه في مصر للجمباز في الوقت اللي اللعيبه بتعاني في مدارسها وجامعاتها، ولا محتاج تغيير المنظومه واللوجيستكس عشان نوصل لبطل؟ يعني رؤيه حضرتك ايه يا دكتور؟ هو طبعا عمليه الاعداد للاعب عشان يوصل للمنطقه العليا دي، سواء بطوله عالم او اولمبياد، هي اوريدي معروفه، يعني هي في العلم معروفه، مش كيمياء. يعني عايز توصل هنا يبقى امشي في الخطوات دي، بس هذه الخطوات محتاجه متغيرات كتيره جدا لازم توفرها اللاعب. اديني ثلاث اربع اهم ثلاث اربع متغيرات. هديك اول متغير، ان اللاعب يكون في فتره تفرغ للعبه، فتره الاعداد دي. لكن انت بتصطدم في لاعب مثلا ماشي كويس جدا، اول ما يصطدم بالثانويه العامه اهله هيفضلوا انه يبطل عشان يقعد يذاكر عشان نجيب اعلى مجموعه عشان نخش الكليه اللي احنا عايزينها. فكده انت فقدته في اهم فتره في حياته، ثانوي كذا. لو هو عنده مثلا في الجامعه امتحانات او زي كليه الطب او الهندسه او كده، ما بتعرفش. فانت النظام التعليمي ما بيسمحش حاليا بتفرغ اللاعبين للمهمات اللي بالشكل القومي ده، دي مهمه قوميه كبيره. صحيح. لما انت بتفرغ اللاعب بعد كده عندك بقى امكانيه انك تدربه بجرعات تدريبيه متدرجه كبيره جدا، صباحيه ومسائيه، ممكن تصل في ايام الى ثلاث تدريبات. صحيح. ثلاث تدريبات عايز تعملها في اليوم. عايز تفرغ. ثم بعد كده اللاعب ده بيحتاج في السنه اللي قبل الاولمبياد او السنتين اللي قبل الاولمبياد مشاركة احتكاك عنيفة. مشاركه عنيفة. احتكاك لعشرات المرات، ده لازم يكون متوفر من الناحيه الماليه ومن الناحيه التنظيميه، انك توفر له الـ يعني اديك مثال، لو انت خرمت مثلا عمر العربي في التاهل في الاولمبياد، باي لاعب تاهل الاولمبياد هيطلع عمر العربي اقل لاعب مشاركه واحتكاك. هذه طيب، ما انت لو جبت واحد وامكانياته عاليه جدا ووفرت له الطريق انه يمشي فيه ده لحد ما يوصل الاولمبياد، يجيب لك الميداليه. وده بيحصل، بس انت بتتعثر في عمليه الاعداد، اما نظام دراسه، اما نظام فرص احتكاك، اما انه يعني امور اخرى بقى، مشاكل بتدخل ما بين الاتحاد ما بين نادي ما بين اشتغل شغلانه إيه. صعبه مش عارف يجي عشان يوفر ماديات لنفسه ويصرف على نفسه. ما هو الجزء بقى بتاع الانفاق ده يعني انا يعني مش عايز، بس هو حقيقي موجود. جمباز عايز تغذيه، هو اللاعب ده بياكل بنظام معين، بياخد مكملات بشكل بالزبط. معين عايز بالزبط. صرف عالي جدا عليه. في بعض الاحيان ما بيتوفرش ده، طيب يشتغل عشان يجيب. ما هو اللاعب هيصرف كل ده منين؟ فعشان كده بيقول لك لغايه ليميت معين، يقول لك لا شيل نفسك خلاص. لكن هو الطريق زي ما قلت لحضرتك، هو الطريق معروف، تكلفته بقى كبيره. يلا يا بطل وريني. قليله صح. ولازم يشارك فيها كل الدنيا طبعا، شارك فيها الانديه، شارك فيها الاتحادات، شارك فيها الوزاره، اللجنه الاولمبيه. يعني ده عمل ما يتعملش بشكل فردي، مفيش اتحاد يقدر يعمله لوحده ولا نادي يقدر يعمله لوحده، ولازم وزاره التربيه والتعليم تكون معانا برضه في الموضوع. كل ما انا بقول لك ده عمل يشارك فيه منظومه كبيره جدا جدا جدا. عشان ده النهارده انت لو جه لاعب مثلا تصفيه بتاعه الاولمبيات اللي هي توديه في وقت الثانويه العامه، تعمل له ايه؟ مش هتوديه طبعا، لان طبعًا. ما عندكش سيستم يسمح للاعب ده بتعويض الامتحان. هديك مثال اهو. فانت في مشكله، في مشكله لازم بتدرس. والحالات اللي بتوصل للاولمبيات دي حالات يعني تبذل مجهود عشان يعدي من المطب، عشان يعدي ويقدر ويتحمل واسرته تتحمل. والله انا عندي تصور، وان شاء الله ممكن في حلقه انا اقوله، يعني تصور ان احنا نافويد المشكله دي او نوفر ده، وهقوله يعني يمكن اتبناه في البرنامج، انه ازاي يبقى فيه. يعني انا خريج هندسه القاهره ولي الشرف في كده، بس طبعا عانيت انه انا رياضي وكنت منتخب مصر في موضوع التعليم. فانا عندي تصور الحقيقه ممكن يفيد جدا لاعبتنا الاولمبيين، ودول كتير جدا عاملاه، ويعني ممكن ابقى اطرحه في حلقه من الحلقات، ويعالج اللي حضرتك بتقوله ده، لانه فعلا النظام التعليمي مش هيساعد لعيبه الاولمبيين بشكل او اخر. يعني احنا في البنات عندنا لعيبه، جانا ابراهيم دي لعيبه في المنتخب تاني افريقيا. نعم. وماشيه كويس جدا وطالعه زي الصاروخ، جت في الثانويه العامه توقفت 4 اشهر خلاص،
عشان السرعه بدانا نجيب من الاول تاني بقى تاني سنه ولا سنه عشان دي. كل حاجه انخفضت بقى والدنيا وبتاع. اديك مثال صغير جدا. دكتور بشكرك بجد يعني، نورتني وشرفتني واستمتعت جدا بحوارك، ولو في ثلاث ساعات اتصور ان حضرتك ان شاء الله قادر ان انت تمتعنا بعلمك وخبرتك الكبيره. دكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز، نورتني وشرفتني. شكرا كابتن هيثم، انا اللي سعيد بوجودي مع حضرتك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا طبعا مع قامه كبيره في الجمباز في مصر، دكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز في النادي الاهلي، واللي ليه دور كبير جدا في نهضه الجمباز في النادي الاهلي الفتره الاخيره. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الابطال.